فإذا قيل لك من ادعى أنه يعرف وقت موت الإنسان فهل يكون كافرا بالله؟ فقل نعم، والدليل ما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مفاتح الغيب خمس. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لما؟ لأنها من أمور الغيب. ولذلك عند مسلم لما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أشراط الساعة قال: فتلك أشراطها في خمس أمور من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث